فتيان، واليوم قبل الانطلاق معنا كان زوز فتيات، لأنه البقية حرقوا أو خلينا نقولوا هربوا، اللي هما محمد سجير الجبالي، حمزة بن عمر، ولوجين عمارة، وجاتهم حرقة بلاش فلوس وبلاش مخاطر ومعها الفيزا، وأمورهم واضحة. حادثة ماهيش الأولى والأخيرة في الرياضة التونسية، ولكن أنه إذا نواصلوا تهميش الرياضة والرياضيين، هذا اللي باش نلقاوه في المحافل الدولية، رياضيين في عوض يمثلوا تونس ويحصدوا الميداليات وتتحدث عليهم الصحافة العالمية، الحديث عليهم يكون على حرقة وهروب. الفيفا أصدرت اليوم الصباح ترتيب العالم الجديد للمنتخبات. المنتخب التونسي يصعد 5 مراتب ويصبح في المركز 36 عالميا والخامس إفريقيا. في التوب 10 عالميا ما ثماش تغييرات. الصدارة للأرجنتين، الثانية فرنسا، الثالثة إسبانيا، الرابعة إنجلترا، الخامسة البرازيل، السادسة بلجيكيا، السابعة هولندا، الثامنة البرتغال، مركز 9 لكولومبيا، والعاشرة إيطاليا. في التوب 5 إفريقيا، الصدارة للمغرب وموجودة في المركز 14 عالميا، مرتبة ثانية السنغال وتحت المركز 21 عالميا، مرتبة ثالثة مصر وتحت المركز 31 عالميا، الرابعة الكوديفوار وموجودة في المرتبة 33 عالميا، والخامسة كيف ما قلنا تونس وموجودة في المركز 36 عالميا. المسابقات القارية للأندية التونسية، إياب دورة تمهيدي الثاني ليسبق الدخول لدور المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية، نهار السبت 7 في رادس، الترجي ديكيداها الصومالي، تحكيمات توغولي أكليسيو غناما، ذهاب نذكر 4-1 للترجي. نهار السبت أيضا 8 متاع الليل في الجزائر، مولدية العاصمة مع الاتحاد المونستيري بصفيرة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا، ذهاب 1-0 للاتحاد المونستيري. وطائرة الاتحاد انطلقت في حدود ماضي ساعة من مطار المونستير، رحلة خاصة مباشرة للجزائر، يعطينا تفاصيلها الناطق الرسمي أمير حيزم. رحلة الاتحاد الرياضي المونستيري تحول الجزائر العاصمة في رحلة خاصة بهيئة الاتحاد واللاعبين والإطار الفني وزاد المحبين، طائرة خاصة على ذمتهم توصل إن شاء الله مضي 9:35 بتوقيت تونس. بالنسبة للبعثة على رأس السيد أمير حزم رئيس الهيئة في اتجاه الجزائر العاصمة، وين باش ننتقلوا للنزل ثم مباشرة إلى ميدان المقابلة، وين باش يصير إن شاء الله حصة تدريبية على الساعة 8 ليلا، غدوة زادة كيف باش تكون حصة تدريبية 8 ليلا زادة في الملعب الرئيسي، اليوم باش تكون في الملعب الفرعي، وإن شاء الله العودة باش تكون أثر المقابلة، إن شاء الله بالتوفيق لمسا كرة القدم التونسية. والفريق جاهز وتحضيراته ممتازة حسب المدرب محمد الساحلي. الحمد لله، التحضيرات طيبة في أجواء إيجابية برشا، عقدين العزم إن شاء الله باش نمشيو للجزائر ونرجعوا بالترشح لدوري المجموعات للمرة في تاريخ ليسمو. المهم أن نكونوا حاضرين إن شاء الله، القدرة ربي متفائل خير والأجواء طيبة برشا. أحسن سيناريو أنه 20 دقيقة الأولانيين نعملوا فيهم حاجة باهية، معناها نسجلوا ونخليهم تحت ضغط، مانيش نقعدوا معناها سلبيين ولا ندافع ولا مش نلعبوا كورتنا، وان شاء الله خير. ومجموعة كبيرة من جماهير المنسير تحولت من البارح للجزائر عبر القطار وأيضا عبر المعابر الحدودية في رحلات منتظمة. السلطات الجزائرية باش تسمح لهم الدخول المجاني كيف ما كانت المعاملة بالمثل ذهبا. في كأس الكاف نهار السبت 6:30 في ملعب طيب المهيري نادي سفيقسي مع روكينزو البوراندي، سافر الحكم الكونغولي مالالا كابينغا، الذهاب 1-0 للسي اس اس. نهار الأحد 6:00 العشية في الجزائر أيضا وتحديدا في وهران، اتحاد العاصمة مع الملعب التونسي، تحكيم السوداني صبري محمد فضل، وذهاب 1-0 للملعب التونسي. وسفر أبناء باردو مبرمج في رحلة عادية تنطلق اليوم العشية من مطار تونس كارتاج، بعد ما كان في الحسبان أنه تنطلق اليوم الأصباح لكن عطب فني أجلها للعشية، وهذا ما خلى الفريق يتدرب أصباح في باردو. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لحد تلعب الدفعة الثالثة من الجولة الثانية 4:30 في رادس، مباراة النادي الإفريقي وشبيبة العمران. والجولة بعد تكمل بين 4-25 سبتمبر والخميس 26 سبتمبر بمواجهات مستقبل سليمان الترجي، النادي سفيقسي اتحاد بنقردين بالأربعة، ثم بالخميس الملعب التونسي نجم المتلوي والاتحاد المنستيري مع النجم الساحلي. نذكر في الدفعة الأولى الأولمبي الباجي كان ربح مستقبل جابس 1-0، قوى في القفصة خسر أمام ترجي جرجيس 3-1، واتحاد تطاوين في الدفعة الثانية كان ربح نادي البنزرتي 2-0. النجم الساحلي انطلق في تأهيل ملاعبيته جدد المنتدبين في الميركاتو الحالي، وهذا بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب رسميا، وبالتالي مباراة الجولة الثانية من الاتحاد المنستيري للملاعبية الكل باش يكونوا على ذمة المدرب حمد الداو.
في النادي البنزرتي وبعد الإمضاء مع المدرب سامي القفصي اللي انطلق في مهامه مع الفريق، اتفق رسميا مع زوز ملاعبية المهاجم السنغالي مومار ديوب صاحب 21 سنة والقادم من نادي جينيراسيون فوتا السنغالي، والمهاجم زياد العلوي اللي أنهى التجربة مع نادي النصر الليبي ولعب سابقا في الاتحاد المنستيري. كرة اليد اليوم انطلاق البطولة الإفريقية للأمم أصغر مواليد 2006-2007 بالمهدية، واللي باش تكون مؤهلة لبطولة العالم مصر 2025. المنتخب التونسي موجود في المجموعة الثانية صحبة المغرب ليبيا وكينيا، في المجموعة الأولى نلقاو مصر الجزائر بوراندي وغينيا. في برنامج اليوم في قاعة المهدية ماضي 3 مصر مع غينيا من المجموعة الأولى، 6 تونس ليبيا من المجموعة الثانية، وفي قاعة قصور السيف 4 الجزائر بوراندي من المجموعة الأولى و6 المغرب كينيا من المجموعة الثانية. أوروبيا اليوم تتواصل الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، 6 غير بوع فاينورد الهولندي مع باير ليفركوزن الألماني، سيرفينا الصربي مع بنفيكا البرتغالي، ثم 8 4 مباريات أتلانتا الإيطالي مع أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزيغ الألماني، موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني، وستاد بريست الفرنسي مع غراز النمساوي. في البطولة الإسبانية من الجولة السابعة مباراة وحيدة ليلة 8 بين ليغانيس وأتلتيك بلباو. ونكمل من السعودية دوري روشن من الجولة الرابعة اليوم 3 مباريات، 5 غير 4 الأخدود مع القادسية، ثم 5 غير درج مباراة العروبة والفتح، والسبعة مباراة الوحدة مع الخلود. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمال تحيات شهير الكافي في الأمان. فلاش سبور بعد موجز العشرة، الإذاعة الوطنية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يربحوكم تركيب